مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات لطيفة جدا، إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. طيب أول حاجة هنعملها، هنعمل حلقة كده لطيفة مميزة من الآيس كريم. بدأ الجو يحرر كتير، وطبعا أكيد كلنا خارجين من رمضان عايزين ناكل حاجات حلوة سريعة وخفيفة ومرطبة. كمان ما ننساش أن الولاد في الصيف بيحبوا قوي الآيس كريم. حقيقة إحنا كبار وصغيرين بنحبه، لكن خلينا نستفيد شوية من شوية أفكار بسيطة هنعملها مع بعض. هنستغل شوية فاكهة موجودة عندنا، وهنستغل كمان شوية مكونات بسيطة نقدر من البيت نعملها، بدل ما نشتري المكون الغالي ده من بره نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ويبقى هو عامل رئيسي في الآيس كريم. تعال نقول دلوقتي إيه هي مكوناتنا وإيه هي حاجتنا، وانطلقت صفارة الحكم تعلن عن ابتداء الشوط الأول. يلا بينا. عندي أول حاجة الآيس كريم بالشوكولاتة. آيس كريم الشوكولاتة من الآيس كريم المحببة جدا، كتير مننا بيحبها قوي. طيب خلينا نقول اول حاجه عندي 500 مللي من الكريمه، كريمه الخفق الخاصه بالحلويات، طبعا تكون ساقعه ولطيفه علشان تدينا ايه الفوليوم والكثافه الحلوه. يعني عندي 200 جرام من الحليب المكثف المحلى، كوبايه، وعندي نص كوبايه من الكاكاو الخام. يا ريت حضراتكم تختاروا نوع يكون مفضل وليه طعم حلو لكن مش مسكر. طيب عندي ربع كوبايه من الشوكليت شيبس، انا ممكن ادعم باتنين معلقه من الكريم شانتيه اذا عايزه اديله قوام لطيف يتماسك، اذا انا عندي كريم شانتيه مثلا مش بسكر اللي هو الخام. برضو في هنا مكون رئيسي الحليب المكثف المحلى، عشان ابدا اعمله مع حضراتكم لازم اقول الطريقه بتاعه الحليب المكثف المحلى. فتعالوا ننزل بس طريقه الحليب المكثف المحلى هنبدا بيها في الاول، وبعدين نبدا بالوصفه بتاعتنا. الحليب المكثف المحلى سهل قوي، خطواته بسيطه، محتاج لبن باودر وسكر باودر وقطعه زبده صغيره تدي الدسامه اللي فيه، وميه سخنه بتغلي. ايه هي المكونات وهنعملها ازاي هنشوف دلوقتي مع بعض. عندي لو هستخدم كوبايه الكوبايه، وهوريكم مقدارها قد ايه، انا عامله المعيار ده ومجهزاه قبل ما نشتغل مع بعض عشان حضراتكم تشوفوا تشوفوا معايا المعيار ده طلع قد ايه في البول بتاعتي. ده المعيار اللي هو فيه كوبايه سكر بودره، كوبايه من الحليب الباودر، وقطعه زبده يعني مكعب صغير حوالي عقلتين صباع، ونص كوبايه من الميه المغليه. طلع لي البوله دي، بصوا حضراتكم الخليط عامل ازاي كده، ما بردش الخليط ده، ما بردش الخليط ده، لسه فيه الميه سخنه سخنه. بصوا كثافته، وده لسه ما بردش، ما دخلش ثلاجه يا جماعه، لسه عاملاه قبل الحلقه، ما كملتش 5 دقايق بالظبط اهو. من الحليب المكثف المحلى نعمله في البيت، شايفين قوامه عامل ازاي. طيب تعالوا بقى نعمل ده مع بعض نشوف عملته انا ازاي. بسم الله، هاخد كده، انا عندي الميجرنج كابس دي مهمه بالنسبه لي قوي، وبحب الحقيقه استفيد منها جدا بوجودها معايا، لانه الحلويات دايما والصوصات والحاجات اللي هي ليها ريسبي خاصه يا ريت نحترم فيها الميزان او نحترم فيها المعايير عشان تطلع مظبوطه. حضراتكم كلفتوا الوصفه وبعتوا جبتوا المقادير واشتغلتوا على انكم تعملوها بقى، فخليها تطلع بقى ان شاء الله باذن الله مظبوطه جدا. بصوا بقى هاخد كده هعمل برضو معيار الكوبايه وهوريه لحضراتكم. ادي كوبايه كده من الحليب البودره، خليني اكمل عليه بس صح المعيار صح. تقدروا بقى تضعفوا المقدار ده وتخلوه مثلا كوبايتين اهي، ادي الكوبايه في الخلاط. هاخد من السكر البودره برضو، هعمل كوبايه سكر بودره، ويفضل ما يكونش منخول في يعني في البيت ما يكونش مضروب، ولو ضربتوه في البيت عشان تعملوا سكر بودره انخلوه، لازم تاخده الناعم بس عشان هيبقى فيه حبيبات وهيضايقكم جدا. وادي كوبايه السكر البودره اهي، بعاير قدام حضراتكم عشان تبقوا عارفين المعيار. وادي مكعب الزبده اهو، ادي مكعب الزبده، معلش انا هحط الحته اللي باقيه بيه بس كده اهو، كده انا عملته قدام حضراتكم. طيب هنبدا بقى ناخد هنا كده البرطمان ده، هبدا كده ايه اجهزه هنا، احفظوه ببرطمان ازاز ما يكونش بتاع اي حاجه خالص، ملوش اي روايح
عشان الدنيا تبقى جميلة. وهاخد كده بالمعيار التاني، عندي في الكابس دي المعايير، الكاب اللي احنا عيرنا بيها ودول بيتباعوا يعني مش غاليين، والنص والتلت والربع. طالما انا عندي نص هعاير بالنص، ما ينفعش امسك الكاب اخد نصها مية، مش هتظبط برضو. يعني ايه هم اللي هم عملوا المعايير دي ليه؟ وده دايما انا باكده حتى ايفن على الناس اللي بتكون شغاله على ريسبي معينه معانا حتى في البرنامج كشيفات تحضيريه، بيتعاملوا بالميزان وبالمعايير. بصوا بقى هنا انا بسخن الكاتل بس دقيقه واحده عشان احط الميه مغليه، يعني اول ما يفصل هروح حاطه الميه وبعدين اضيفها على المكونات واضرب واساعد كده بسباتولا بسيطه، هيطلع القوام وهعمل لكم نفس البول دي. ممكن افضي انا البول دي عشان اوريكم نفس المعيار اللي انا عامله فيه اهو، نفس المعيار اللي انا عامله فيه الحليب المكثف المحلى اهو. لازم تغلي عشان الزبده دي تدوب على طول وتختلط. بصوا حضراتكم اهو. طيب بسم الله، نص كوبايه اهو، وهبدا هقفل كده. معلش هنزل اللي هنا شوية في الأطراف عشان لو في حاجة تراكمت. الزبدة طبعا بتدوب على طول أول ما تنزل المية السخنة. حلوين كده يدوب كويس والسكر يدوب كويس، السكر البودره يختفي تماما ويدوب تماما. بصوا بقى هوريكم في نفس البول اللي احنا عاملينه اهو. دي كوبايه كوبايه يعني نص كوبايه ميه، ده كوبايه على كوبايه سكر بودره، كوبايه من اللبن البودره. وبصوا هاخد كده بسباتولا انزل اللي باقي اهي، اهي البوله الثانيه اهي نفس المعيار. بصوا دي بدأت تبرد بس لسه لم تتماسك. دي هوريها لحضراتكم الخليط بيبقى عامل ازاي، ما تستغربوش. بصوا خفيف شويه لسه مضروب، شايفين اللون؟ اللون ده فاتح واللون ده غمق. غمق بعد ما كل ما يبرد يديكوا اللون بتاع الحليب المكثف المحلى. ادي اللي احنا لسه عاملينه، وده كمان ما سقعش بس ده اللي لسه مضروب ولسه سخن، شايفينه خفيف ازاي؟ فما تقولوش ده خفيف هنحطه بقى او هنزود له حاجه، ما تزودلوش اي حاجه، مجرد ما هيقعد كل شيء فيه هيرجع مظبوط، بس يدخل الثلاجه اول ما يهدى ويفضل يبقى في حاجه ازاز. طيب احنا كده عملنا الخطوه الاولى في الحليب المكثف المحلى اللي نقدر نحتفظ بيه في البيت بدل ما نشتريه من بره ونعمل بيه وصفات حلوه. تعالوا بقى نبدا في الوصفه بتاعه الايس كريم الشوكولاته. هاخد كده طبعا. تعالوا بقى، طب قبل ما ابدا عشان يعني ما اقطعش حضراتكم في الوصفه في البدايه، اسمحوا لنا هنطلع لاستراحه لانه الحكم صفر واعلن عن انتهاء الشوط الاول، وهنبدا نستعد لبدايه الشوط الثاني بعد الاستراحه. مستنيه حضراتكم. اهلا وسهلا مشاهدينا، رجعنا من الاستراحه، هنبدا مع بعض الشوط الثاني. يلا بينا هنبدا في وصفه الايس كريم الشوكولاته. احنا قلنا مقاديره بس هقولها مره كمان، عندي 500 ملي من الكريمه الخفق اللي هي الكريمه الحلويات، وعندي 200 جرام من الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه، وعندي نص كوبايه كاكاو خام، ربع كوبايه من الشوكليت شيبس، ودي تريحكم. عايزين تحطوا سبونج كيك، عايزين تحطوا صوص شوكليت، مفيش مشكله خالص. تخيل تعالوا بقى احنا هاخد كده الكاكاو
المفترض ان انا عامله الكريمه الخفق خلاص جاهزه، مش عايزه بقى اضربها تاني، انا هجهزها هنا مع حضراتكم كده. يعني هي اتضربت بس انا هنزلها مضروبه، بنخفقها ساقعه، يفضل تكون من الثلاجه، طلعت ساقعه وتمام عشان نبدا نخلط الخليط الحلو ده معانا. هنحط معاه برده حليب مكثف محل، هديها بس لفه بسيطه كده، ونقدر بايدينا كمان زي ما انتم عايزين، يعني انا مش شرط ان انا اعملها في الكب اساسا. اهو هاخد شويه منها برده، ادي الحليب المكثف المحلى، عايزه اقول لكم رائع رائع، يعني اسهل ايس كريم ممكن تاكلوه الحقيقه. يعني بسم الله، هنقلب دول بس تقليبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل اللي في الجوانب كده، نزل اللي في الجوانب بسباتشولا ثانيه اهو. عايز اقول لكم الطعم هيبقى رائع، اتحط بس في علبه، علب بقى خصصوها للايس كريم حلوه كده. بصوا قوامه، بصوا المطه، بصوا رائع. تعالوا بس كده ايه، نقفل هنا وبعدين بقى نعمل. الناس بقى اللي بتحب ساعات السبونج او الكيك اللي هو موجود عندنا بواقي كيك نشفت، ما ترموهاش، حطوها في الفريزر في كيس هنحتاجها في وقت الايس كريم، ممكن تتفرفط كده وتتحط قطع، وممكن تبقى في يعني مطحونه. المعيار على اللون الدرجة دي هتشوفوها دلوقتي، إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. اللي عايز بقى أكتر يخلي اللون أغمق ادوا صوص شوكولاتة. أنا هدي هوريكم دلوقتي، هديها صوص شوكولاتة بسم الله الرحمن الرحيم عشان بس ما يقعش. بسم الله، أوكي، وهعمل كده. بصوا الخليط ناعم إزاي، واو ما شاء الله. كده بصوا بقى، هاخد كده بقيه الخليط اهو، شايفين كريمي وجميل ازاي. انا مش عامله كميه كبيره بس كفايه ان احنا عملنا وصفه ما خدتش 5 دقايق. طبعا كونوا مجهزين الحليب المكثف المحلى من قبل عشان يبقى ساقع مع حضراتكم، يديكوا نتيجه اسقع واحلى، يمسك اكتر وطعم جميل. وبعدين بياخد ساعتين مثلا في الفريزر الايس كريم ده، في مثلا يعني علبه كده بسيطه، وايه وتستخدموه على طول. بصوا بقى انا ممكن ازود هنا في النص، هعمل كالاتي، ودي حاجه اضافيه هعمل كده، بس هو المفروض في علبه. بسم الله، ممكن نزود شويه صوص اهو. بسم الله، بصوا شويه صوص كده خفيف، يعني خيوط كده من الشوكولاته منه. بصوا بقى هعمل كالاتي، وبعدين على الوش احط الشوكليت شيبس. طبعا المفترض يبقى في علبه، هوري حضراتكم في العلبة هيطلع شكله ايه. كده هنغطيه، العلبة دي علبة بلاستيك او علبة ازاز على حسب الموجود عند حضراتكم. هتتغطى الاول بكيس تلاجة وتتقفل وتتحط في التلاجة لمدة ساعتين. هتطلع ممتازة، هتاخدوه بقى تلاقوه كريمي، هوري حضراتكم بس في الاخر عشان مش عايزة اقدمه دلوقتي، خليه في نهاية الحلقة تشوفوه علشان يبقى متماسك وجميل.
طبعا كريمي رائع. احنا استخدمنا كاكاو خام، فالكاكاو الخام اصلا صحي. عملنا صحيح الحليب المكثف المحلى وحطينا نسبة سكر، تقدروا تخفوا نسبة السكر لو عاوزينه خفيف او اخف من كده، مفيش مشكلة خالص. الناس اللي حابة تستخدم السكر الدايت ممكن تستخدموه على فكرة، ممكن تستخدموه يبقى قوامه خفيف ولطيف، وتبقى يعني بيطحن. وفي من السكر الخاص بالدايت في منه برطمانات 250 جرام، انواع يعني انواع مختلفة، بيستخدم وبيطحن ومفيش فيه مشكلة خالص. اعملوا اللي انتوا عاوزينه. شوكليت شابس دي شوكولاته برضو فيها 70% من الكاكاو، يعني شوكولاته صحيه. الفكره في الكريمه، عايزين تعملوه من غير كريمه اعملوه، لكن انا بتكلم على التيست، الطعم اللي بتاكلوه بره وبتحسوا طعمه كريمي وجميل وليه طعم حلو. اهم حاجه نوع الكاكاو، الكاكاو ده مهم قوي، في منه انواع كتير. انا مستخدمه هنا الكاكاو الاسباني اللي انا جايباه من عند العطار، حضراتكم تقدروا تجيبوه، واللون جميل، الطعم جميل، فهتستمتعوا بيه. طيب كده احنا خلصنا الايس كريم الشوكولاته، تعالوا بقى نبدا نشوف معانا ايه تاني من الايس كريمات الحلوه اللي احنا ممكن نعملها مع بعض. فخلينا كده نشوف الانواع الاخرى. عندي كمان ايس كريم الفانيليا، الفانيليا ده برضو يعني من الايس كريم الحلوه جدا، نقدر نستخدم فيه كريمه وحليب مكثف وكريم شانتيه ويبقى رائع، لكن انا عايزه اعمله المره دي بدون كريمه، بدون كريمه خالص، واستخدمه كده وصفه تقليديه عاديه. فتعالوا كده نشوف، واخلط معاها برضو الكريم شانتيه في الاخر. فخلينا كده نشوف المقادير بتاعتنا، يلا بينا. عندي للمقادير نص لتر من الحليب، عندي معلقتين من الكاسترد باودر، ممكن يبقى معلقه نشا ومعلقه كاستر، مفيش مشكله. دول اهو بصوا، انا هستخدم هنا اللبن، وعندي السكر مع 4 معالق سكر، عندي فانيليا طبعا، والقشطه ناقصني القشطه، هحتاج القشطه. طيب هحط معاه قشطه، القشطه دي ممكن تبقى علب او ممكن تحط وش اللبن، بيدي طعم حلو قوي، زي ما بنروح كده اسكندريه وناكل حاجات رائعه عند ناس معروفه جدا ونستمتع بالايس كريم اللي بيقولوا عليه بالحليب ده، رائع. طيب ايوه صح، مين الشطور اللي بيروح كتير ده؟ فهتستمتعوا. انا عن نفسي يعني بحبه، بس انا بحب اكتر الطعم اللي يميل للكريمه، بس باكل هناك بقى المانجا والفراوله رائعه، هعمل لكم الفراوله قريبه منهم، بس هما الاختلاف بيحطوا سيرب، السيرب ده اللي بيتحط اللي هو فيه ميه بالسكر ده، مع الوقت لما كده تلاقوه حتى تحت رقم، فهي انواع يعني، بس طبعا كل واحد سبحان الله ليه تيست وطعم مختلف. هنعمل كل الانواع، كل حاجه اللي لحد ما توصلوا للطريقه اللي تناسب حضراتكم، بس انا عملت اسرعهم واحلاهم واسهلهم علشان الشوكولاته ليها كده دايما تيست مختلف. انا هنا بدفي حله، هعمل كده شويه زي المهلبيه الاول، خطوه اولى كده زي المهلبيه، بسم الله. خلاص حبه كده صغيرين. عايزه المهلبيه بقى اللي سقعت، هوريكم شكلها يبقى عامل ازاي. مصطفى الغالي اين هو؟ طيب هنحتاج المهلبية، وهحط بقى هنا على السقع على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بس اخد وسكة دي واخد كده المعلقتين هنا اهو، معلقتين ماشي. ما عايزين تاني للفراولة، عايزين كمان المهلبية اللي موجودة وسقعة. طيب ادي كده، تسلم ايديكم حبايبي. بصوا ادي حطيت السكر كام واحده، وهنقلب كده مع معلقتين الكاسترد. الكاسترد ده مش هتلاقوه مدي لون، هو هتلاقوه ابيض، لان هو نوعه نوع معين بيدي الدرجه دي، بس بيدي طعم وبيربط. هحتاج كمان القشطه، عايزين قشطه. اخد كده المهلبيه هنا، وعايزه دي واديها لكم حالا، تظبطوها لي كده، حطها بس هنا ايوه، ونقلب الخليط الحلو ده كده، بصوا لحد ما يمسك معايا شويه حلوين.
انا مش عايزاه قوي قوي، انا عايزاه برضو يكون ايه، لان انا هضيف له يعني هضربه مع بعض وهضيف له ال بصوا الكاستر ده فاتح ازاي، مش غامق اهو لحد ما تمسك معايا كويس اهو. نفضل بقى نقلبها كده لحد ما تربط معانا، وهوريكم القوام المظبوط ايه. دي مهمه جدا، طيب هاخد كده هنا، ممكن اضيف هنا قطع كده من القشطه، بصوا هحطها هنا تدوب بس مع الخليط، تدي كده تيست وطعم حلو قوي، حتى لو هي ماسكه دي قشطه بلدي زي ما بيقولوا وش اللبن يعني، ونقلب كده تخليه كريمي وليه طعم كويس. وطبعا هضيف هنا شويه من الفانيليا لانه هو ايس كريم فانيليا، عايزين تستخدموا حضراتكم الفانيليا السايله هيبقى احلى واجمل، لانه هو الطعم نفسه فانيليا، احنا عايزينه فانيليا. هخلط ده طبعا بكريم شانتيه او بويبنج كريم، فاللون ده مش هتلاقوه مصفر كده ما تقلقوش، ولازم تنزل في بول بوله كده هوديها لحضراتكم، بحيث ان هي ايه تدخل التلاجه الاول تمسك نفسها بعد ما تبرد علشان اقدر اتحكم فيها اهو كده. الله، دي طريقه ممكن تبقى بدايه قبل الايه، قبل الايس كريم من انواع الايس كريم نوع تاني سهل وبسيط وبال بالحليب باللبن مش بالكريمه اهو. طبعا من عوامل انها استوت، بصوا تعمل بابلز كده، دي معناها انها استوت. هحتاج برضو المضرب اليدوي، ممكن اشتغل بيه هنا في الكريمه دي ابردها. ماشي يا مصطفى، هات لي المضرب الكهرباء. بصوا بقى كده خلاص تمام، هوريكم برضو على ظهر المعلقه. بصوا لازم تعمل كده كده عشان تكون هي بردت، هوريكم على ظهر المعلقه بالظبط تبقى القوام عامل ازاي اهو. بصوا دي تقيله، ده قوام تقيل، انا عايزاه كده، هعمل كده خلاص انا متاكده انه تمام. بصوا الاثنين دول ما يجوش على بعض فخلاص كده اوكي. هاخد بقى انا الخليط ده، المفترض ان انا انزل كده في هنا بوله ابرده، ولما اجي ابرده او اصبه هنا عشان يبرد لازم اغطيه بسم الله الشكل بتاعه او الغطا ده يكون على سطح الكاسترد نفسه. يعني ايه على سطحه؟ يعني بصوا حضراتكم هوريكم كده، زي مثلا هاخد كيس كده من اكياس التلاجة، معلش احسن لي من الكلانفل دلوقتي، اعمل كده هنا بصوا بلمسه بيه ليه، علشان ما يعملش قشرة، السطح ده يفضل ناعم ما يعملش قشرة لحد ما تهدى الأول بره توصل لقوام هنا زي ده كده وتسقع. بصوا أهي أهو بردت، طبعا أنا اللي عاملاه أتقل شوية مفيش مشكلة، ده كمان جميل، بس عايزين تتقلوه تقلوه زي ما حضراتكم تحبوا زي ما انتوا عايزين. هاخد أنا بولة هنا جاهز بيها حاجتي، بسم الله عقبال ما يجيبولي الإيه الكبة والعلب بتاعت هاخد شوية معلش خليني احط الكريمة دي الاول اضربها كده ضربة بسم الله. وهحط معاها شوية بودرة كريم شانتيه، تعالوا بقى نضرب دول كده مع بعض علشان نقول ايه نشوف الدنيا فيها ايه معايا. بسم الله بسم الله لازم يكون ساقع، عايزين تحطوا بولة فيها تلج تحت هيبقى رائع، وانتوا بتضربوا الموضوع ده هيبقى جميل جدا.
الطريقه دي هتحتاج مننا بس حاجه واحده، ان احنا لما نيجي نجمده في علبه هنعمل ايه؟ هنبدا نطلعه مره واحده بس، مره واحده بس من الثلاجه في العلبه دي بعد مرور ساعتين عليه او ثلاثه، وهبدا بشوكه اعمله تاني كده وارجعه تاني، ابدا يعني اخليه يرجع يبقى شويه كسرت القوه اللي فيه دي واعمله كده، وبعدين اسوي سطحه وادخله تاني مره كمان، هيديكوا خليط كريمي رائع جدا. اللي حابب يخفف نسبه الكاسترد ويحط مكانها نشا فيبقى ابيض بس، اوكي، بس الطعم ده بيدي الكاسترد بيدي تيست حلو، يعني ان شاء الله يعجب حضراتكم. هحطه هنا وخليني كده اوريكم، بصوا بقى الخليط عامل ازاي، كريمي ورائع. ده بقى اول ما يدخل الفريزر بيبقى خليط تاني محترم جدا، ريحته اصلا تجنن بعد ما ضفنا الفانيليا، واصلا من غير الفانيليا الكاسترد كباودر بالنسبه له فيه كمان نسبه فانيليا. طيب دلوقتي انا جهزت الشوكولاته والفانيليا وهوريكم اللي انا عاملاه بالمهلبيه البيضاء، انا عملت النسخه كده وعملت النسخه اللي بالكاستر، اللي يعجب حضراتكم في الشكل واللون براحتكم، يعني عشان يبقى عند حضراتكم كل الاختيارات. هنرجع بقى نعمل صنف مميز جدا، لكن اسمحوا لنا هنطلع استراحه لانه الحكم اعلن عن انتهاء الشوط الثاني وهنستعد للاكسترا تايم، لكن بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا مره ثانيه بحضراتكم بعد الاستراحه، ودلوقتي بقى رجعنا من الاكسترا تايم وهنبدا مع بعض نشوف هيبقى عندنا ضربات جزاء ولا هنعمل ايه. تعالوا بقى نقول هنعمل ايه، هنعمل ايس كريم فراوله. تقدروا تاخدوا النوع ده وتعملوا عليه اي نوع ايس كريم فاكهه انتوا تحبوه، اي نوع فاكهه مفضله عند حضراتكم. طيب انا هقول مقاديري، هي كوبايتين من الفراوله لازم تكون في الفريزر اتجمدت، يعني كوب من الكريم شانتي مخفوق، عايزين نص كوبايه من الزبادي، ومعلقه كبيره من الليمون، معلقه كبيره من العسل. بصوا بقى انا هنا هاخد الفراوله اول حاجه، خليني بس البس بقى الجلافز عشان الفراوله دي فراوله طبيعيه الفريش بنجيبها وبنغسلها، واحنا اتفقنا قبل كده طريقه غسل الفراوله مختلفه شويه، ما هي شطف، هي بنغسلها وننقعها في ميه كتير لحد ما نحس ان الميه دي بقت نظيفه قوي، وبعدين بنضيف في الميه دي بعد ما بنملى على الفراوله نحط معلقه كبيره من الملح ونسيبها شويه، هتلاقوا الفراوله دي نزلت ميه لونها غريب جدا جدا، انت نفسك هتستغربوا هي دي كانت نازله منين. ده الطريقه الصح لغسل الفراوله. طيب بعد كده بقى اشطفوها كويس وابداوا بقى واحده واحده تقطعوها، الجزء اللي فوق ده انا بحطها كامله كده زي ما هي، بصوا بس بحطها في الفريزر بعد ما باخدها وهي فريش، باخدها احطها في الفريزر تجمد عادي. خليني اخدها بقى بايدي كده عشان ايه، هي ممكن تكون فيها حاجات لازقه اصلا. دي بتديني شويه خليط يعني ايه ماسك نفسه كده، تقدروا تاكلوها كده من غير اضافه كريم شانتيه على فكره، يعني تبقى فاكهه مع العسل والزبادي بس حاجه بسيطه وتاكلوها تستمتعوا بيها جدا جدا، يعني انا بحب قوي اكل الفاكهه كده على طبيعتها مش مضاف لها كريمه كتير يعني. حاضر، غسيل الفراوله، احنا عشان نغسل الفراوله بتاعتنا الفريش اللي عايزين نحتفظ بيها في الفريزر لاي وقت احنا هنحتاجها في عصير او في حاجه، لازم نجيب الفراوله زي ما هي نقيها طبعا حلو، هناخدها هنحطها في بوله كبيره وهنحطها تحت الميه الجاريه، واول ما الفراوله دي نلاقي الميه دي نطفت قدام عينينا برؤيه العين هنصفيها، هنملى ميه تاني وهنجيب معلقه ملح كبيره هنحطها على الفراوله من فوق مع الميه اللي منقوعه فيها الفراوله النظيفه، وهنسيبها حوالي نص ساعه. تعالوا بقى بصوا كده في الميه، افتحوا بصوا هتلاقوا الفراوله دي نزلت ميه ترسيب تحت غريبه جدا، اللون ده بقى رمادي، هنتشطف تاني، تتشطف تاني وتتغسل كذا ميه كذا مره لحد ما الميه دي تبقى بيور خالص نظيفه تماما. هناخد بقى الفراوله دي تتنشف كده في مصفه لطيفه وناخدها بالواحده، نبدا نشيل الجزء الاخضر اللي فوق وتتحط مع بعض. خلوا الاحجام الكبيره مع بعض لو انتوا هتستخدموها مثلا في وصفه خاصه مثلا بالترتات وعايزين حاجه شوي كده، والحاجات الصغيره مع بعض ترفع للمربات والحاجات، يعني اعملوا فرق بين الاكياس وبعض في تفريز الفراوله، دي الطريقه الصح للفراوله ما بتتشطفش. طيب تعالوا بقى هنا، بسم الله هاخد كده الاول معلقه العسل، معلقه زبادي، ودي اختياري بس ده يعني حاجه هيلثي صحيه 100%،
نبقى عملنا كل الحاجات عشان حضراتكم ايه تبقوا مبسوطين. بصوا، هي معلقه واحده اهي، معلقه عسل واحده، مش هحط سكر ولا هحط حاجه، وممكن ما اضيفش الكريم شانتيه اساسا، انا ممكن ما اضيفوش. وادي الزبادي، هنعمل مره تانية. حاضر، تورته الزبادي بالتوت البلو بيري بالاسبونج كيك، نعمل حاجه كده ايس كريم رائعه يعني، نعملها مع بعض ونعمل حاجات حلوه ليها وانواع كتيره. بسم الله. بصوا بقى، الميلك تشيك عايز ايس كريم فانيلا، تحطوه في الخلاط مع عدد، هما بيسالوني دلوقتي، تحطوه في الخلاط مع بولتين من الايس كريم الفانيلا اللي احنا عملناه وشويه زبادي حلوين، واضربوه في الخلاط وتقدروا تعملوه، يعني ده اساسه اساسا، بس اهم حاجه في السماكه بتاعته بتبقى اخف طبعا. طيب، ويبقى حاجه صحيه بالفواكه الصحيه. انا يعني معرفش، انا بحس ان الصيف ده احنا مميزين عشان في تنوع. اعملوه بالبطيخ بقى، اعملوه بكل حاجه انتوا حابينها. بصوا كميه حلوه ازاي، وسلام لو فيها قطع فراوله مش قادره، ولا لون بقى ولا اي حاجه، هي على لونها كده رائعه. اللي عايز يدعم بلون مفيش مشكله، بس بصوا الفراولة دي برضو، الآيس كريم ده لما هندخله الفريزر، هندخله في علبة مربعة أو مستطيلة أيا كانت، وهناخد معانا في أنواع كده إيه، تاخد معانا ضربتين، لازم ضربة في نفصل في النص بعد مرور ساعتين أو ثلاثة، هنطلع العلبة ونبدأ نعملها كده بالمعلقة كتير، وبعدين نرجع نخليها تاني ملساء، ونقفل عليها بكيس بلاستيك على سطح الآيس كريم عشان ما يعملش تلج، وبعدين نقفل الكفر كويس وندخلها الفريزر، تقعد بقى لتاني يوم زي ما انتوا عايزين تفتحوا تلاقوها بقت كريمي. زمان كان بتعمل بطريقه صعبه جدا، احنا دلوقتي التكنولوجي والتقدم خلانا نعمل حاجات سهله في وقت كتير سهل. هوري حضراتكم، بصوا ازاي انا هنا عامله العلبه اهي، دخلتها اهي في كيس ثلاجه اهو، ادي الفراوله، وعندي كمان بسم الله الشوكولاته اللي احنا عملناها، وادي كيس الثلاجه اهو، وعندي الفانيليا دي معموله بالمهلبيه البيضه اللي ما فيهاش اضافه كاسترد، حطينا بالظبط ربع معلقه كاسترد للامانه. طيب، هنحكي مع بعض برضو عن الحاجات الايه، الاسئله اللي حضراتكم عاوزين تسالوا عنها، عشان انا وعدتكم هجاوب عليها. بصوا بقى، هناخد كده، بصوا هو كريمي، يعني من الحاجات الايه، نحاول بقى نشتغل شغل بتاع الايس كريم، وطلع شغل بتاع الايس كريم اللي بيعمل الايس كريم ده حاجه مش سهله يعني. اه طبعا، نشيل بقى، احنا عملنا الحليب المكثف طبعا بشكل رائع، خلينا بقى كده ايه ناخد دي كده. بصوا بقى بيبقى جميل ازاي، ده لسه بقى لما نعمل البوظه العربيه، البوظه العربيه دي بقى بيبقى فيها نسبه مستكه بتتحط بالفستق، مش قادره اتكلم اقول عن جمالها لمحبيها يعني، ليها تكنيك حلو قوي ممتاز. معلش انا مضطره سايسها، وانا عندي احسن نستخدم الثانيه، ومعلش بقى انا مش هستخدم دي خالص اصلا عشان اللي ما عندوش، خلينا بقى ايه نعملها احنا بشكل حلو. فدي برضو تعلمنا ان احنا لما نيجي نشتري الحاجه دي نبقى عارفين بنشتريها ازاي. اهو احلى حاجه احنا نعملها بمعلقه،
كده. اهو مش هتقول لا يعني اهي. بصوا بقى الحاجات دي بقى في الصيف اسهل حاجه تعملوها طبعا للناس اللي ما عندهاش ماكينه ايس كريم، اللي عندهم ماكينه ايس كريم فيها الفريون دي ما شاء الله. عايزه اقول لكم دي هتطلع لكم ايس كريم زي بره، مش هتشتروه من بره، هتبيعوا انتوا الايس كريم بعد كده لانها هي من الحاجات الغاليه الحقيقه، وتستخدم دايما في المحلات، مش بتبقى يعني ايه في البيت اكتر، ودايما تلاقوا كده في المحلات تلاقوا دايما الاجهزه الخاصه بالبيت اللي يعني منزليه واجهزه خاصه بالمحلات. تعالوا كده بصوا الله. طيب انا هعمل برضو في الكاس الثاني، هقدم واحد ثاني لسه، هنعمل حاجات حلوه. مين اللي بيقول لي كده؟ عايزه اعرف. حاضر طبعا زي ما انتوا تحبوا اهو. بصوا انا هعمل واحده ثانيه كده، معلقه من معلقه تتعمل بشكل حلو اهي، مالها يعني مش هتقول لا. ما انا لسه هنوعهم، ما تخافيش يا نودي ما تخافيش، بس انا عشان بشغلها دلوقتي في الفانيلا يا نودي اكيد مش هرجع لها تاني. التنسيق ده جميل جدا. بصوا كده اوكي. بصوا اهو اي صوص بقى عايزين تعملوه. الفراوله دي ممكن نعمل منها صوص فراوله، صوصات بقى في البيت فريش بحاجات طبيعيه لاولادنا رائعه عن الحاجات الجاهزه بقى. الواحد تعب من الجاهز، من كتر ما بقى في حاجات جاهزه الواحد تعب فعلا، يعني بقينا بنستسهل كتير قوي. انا على عيني وراسي، بس في الحاله دي لو احنا هنشتري من محلات هما بس اللي بيستخدموا الحاجات الجاهزه دي، فنسيبها لهم. ما احنا لما بنعوز نشتري نبقى عارفين ان احنا شاريين ده جاهز، وبنبقى متقبلين فكره ان احنا بنشتريه، لكن نشتغل بيه في البيت كمان ده مساله بصراحه انا ضدها تماما، ده رايي الشخصي. ويمكن عشان انا من الناس اللي البيوت القديمه اللي هي الايه اللي كانت بتتعمل كل حاجه في البيت دي، مربات بقى وايس كريم وكسكسي و حاجات الاساسيه، الزبده البلدي من القشطه البلدي. هي كانت فكره صعبه للناس اللي حاولوا زمان، كناش كان في الاسواق بره الزبده الحيواني، ما كانش في حاجه اسمها زبده صناعي وحاجات نباتي ومفيش الكلام ده، ما كانش في كل الكلام ده يا جماعه والله. وبعدين لما لقوا الكوست عاليه جدا، التكلفه عاليه جدا، راحوا اخترعوا تقريبا، يا رب ما اكون صادقه في التاريخ ده، كانت 1902 يمكن، اخترعوا حاجه بديله للزبده الحيواني والحاجات اللي هي الطبيعيه عشان يقللوا الكوست او التكلفه ويعرفوا يشتغلوا بيها. وده جه على دماغنا من يومها بقى، من اليوم ده واحنا شغالين بقى بالمبدا اللي حضراتكم شايفينه ده. معلش انا ايه هاخد كده معلقتين تانيين هشطفهم هنا ونبدا نحط بس من الشوكولاته، معلش عشان ما تبقاش فيها كريمه وشوكولاته، هناخد كده من الشوكولاته برضو. انها قدامنا قد ايه يا حبايبي؟ ناخد بقى ناخد حلو قوي الكلام ده. بصوا بقى الفراوله، بصوا بقى الفاكهه الطبيعيه عامله ازاي، بصوا الفاكهه الطبيعيه عامله ازاي، ما خدتش بقى ولا اي حاجه اهي. بصوا اهي شايفين دوقوا بس الطعم، فراوله حقيقيه. انتوا بتاكلوا ايس كريم حقيقي، عايزين تسيبوا فيها قطع فراوله اعملوا كده اهي اهي اهي، يعني حاجه بيتي 100% وسهله وبسيطه، مش عايزه حضراتكم تتعبوا. انا عارفه انه كتير مننا بيبقى عايز يعني بسرعه السرعه يعني. وطبعا الايس كريم بيحلى برضو وانا ما بناكله بره، بس من اماكن حلوه، بس وقت ما نعوز نعمله مفيش حاجه تقف قدامنا يعني. اهو يبقى خليط ناعم وجميل، بس طبعا والفراوله دي زي ما اتفقنا فراوله طبيعيه، واحنا عملنا لها جمدناها في الفريزر قبل ما نشتغل بيها. اهو هنبدا بقى ناخد كمان واحد كده للشوكولاته ونقدمهم بقى هناك، ونحط بقى عايزين صوص شوكولاته عايزين حاجه. انا حابه بس ابينهم الاول كده لانه على طبيعتهم اهو،
شايفين ازاي؟ اهي يا سلام، واحدة كمان بقى من فوق كده تبقى معلية الدنيا كده. الله، وايه هتستمتعوا بيه. حطوا بقى الصوص ده، بصوا لو عايزين تعملوا صوص حطوا عليه برضو معلقة عسل، عايزين تحطوا معلقة سكر بودرة مفيش مشكلة، ومع الفراولة، ويتحط على النار عصرة ليمون، وبعدين نسيبه لما ياخد كده ويدي، ولو في اي فوم هيتشال. هي فكرة نفس المربى بس هنا خفيف، ممكن نزود شوية مية. وبعدين بنفرم الايه كده اهو. طيب خلصنا هنا كده الفراولة، تعالوا بقى نروح على اللي بالشوكولاتة اهو. هناخد من اللي بالشوكولات، بصوا جميل ازاي. الله الله، هاخد من هنا. بسم الله، وناخد اللي بالشوكولاتة، احنا حاطين عليه شوكولات شيبس كمان اهو. بصوا الشوكولاتة بقى عشان فيه نسبة كريمة، فطالع ايه زي ما انتم شايفين، وشوكولات شيبس على الوش او جوه زي ما تحبوا اهو. شايفين؟ يلا اهو. طبعا بقى لها شويه فكه بره، طبعا انتوا لو هتاخدوه من الفريزر على قد ما انتوا هتقدموا مباشره الدنيا هتبقى الطف كتير. طبعا لو معانا الايس كريم سكوب اللي هي المعلقه الجميله الحلوه العاديه التقليديه بتاعت زمان دي، هتبقى اسرع واحلى. بس الجيش قال لك اتصرف. صح، هي دي اجمل حاجه والله. على فكره احنا كلنا اتعلمنا كده، ما احنا لولا الحاجات اللي كانت لسه بدائيه ما فيهاش حاجات يعني متقدمه في الاجهزه و الى اخره، ما كناش عرفنا نعمل ده. كنا كل حاجه هنعتمد فيها على الاجهزه ومش هنعرف نعمل حاجه بايدينا خالص، يعني لانه لما تيجي تشتغل بايدك مش تلاقي نفسك مش عارف. فدي برضو من الحاجات اللي الواحد ايه بيحمد ربنا عليها يعني. ممكن نعمل كده، ممكن نحط دلوقتي شوكولاته على فراوله. ماشي، اشوف لكم حته فانيلا كده. عايزين واحده على فانيلا؟ طب خلاص يعني خلينا نحط كده واحده معاكم هنا. هاوردر ميكس، حاضر يا فندم حاضر. ممكن نعمل كده، عايزين كده، حلوه دي. طيب خلي بقى واحده ساده، وناخد واحده هنا نعمل معاها واحده فراوله، ايه رايكم؟ نكسر اللون ده. احنا تمام، ما تقلقيش انه دي. مالك حبيبتي، مالك انت قدامك 3 دقايق. مع السلامه يا ابتسام. في ايه يا نودي؟ مع السلامه يا ابتسام. ايه يا نودي؟ ايه نودي بتتجز على اسنانها شويه؟ قدامنا 3 دقايق. ماشي يا نودي، حاضر حاضر. طيب كده، بصوا الله الله، كده الله الله. والله دي مسألة حلوة. أنا ممكن على فكرة بعد الحلقة دي آخد كورس في المحارة، يعني أشتغل أشتغل. إيه رأيكم؟ ها؟ ينفع والله. معجن بقى، ده انا شاطره جدا على فكره. على فكره بقى انا عندي خلفيه جدا عن البياض والحاجات دي، وبحب قوي قوي ادخل واعرف الحاجات الجديده واسال وكده، ويعني حتى مناخيري في كل حاجه. يعني نعم مناخيري مش كبيره قوي، بس بحطها في كل حاجات اللي بحب اتعلمها. من يعني على قدي، بس برضو بحطها في كل حاجه هنا ده. بصوا بقى عايزين ايه اعمل لكم ده ازاي. ممكن نعمل دور كده ولا ده كتير؟ خلاص يلا نحطهم كده. طيب خلاص يلا، حط لكم بقى تشوكليت شيبس. يلا خلينا بقى نروقهم كده شويه على كده. انا مش هحط بقى صوص ولا حاجه، خلي الصوص ده حاجه كده ايه ترجع لحضراتكم. خلاص، وهنا كده بس كده، وكده رائع.
ويا رب يعني ايه الوصفات البسيطه السهله اللي حاولنا نعملها تنول اعجاب حضراتكم طبعا، وتعملوها في البيت وتجربوها وقولوا لنا التست ايه، وانتم اكيد هيبقى عندكم افكار احلى واكيد هتحطوا اضافات من عندكم رائعه هتضيف للوصفه دي حاجه احلى. طبعا احنا دلوقتي هنطلع لاستراحه، ولكن بعد الاستراحه معانا ضيفه ان شاء الله هتشرفني وتنورني في الاستوديو، وهي دكتور دينا ابو سعود. هتكلمنا عن موضوع مهم هنتكلم فيه عن يعني هنشوف بقى هي هتقول لنا عن العظام النهارده، ولا هتقول لنا عن فكره التمثيل الغذائي في الجسم، لان دي مهمه جدا وفي ناس عندها شكاوى كتير جدا منها. شوف موضوع حلقتنا النهارده بعد الفاصل ان شاء الله، وهنلتقي مع حضراتكم مع ضيفتي وكل اسئلتكم ان شاء الله يكون مجابه عنها، فمستنيه حضراتكم.